السلام عليكم يا جماعة. خلصنا يوم في منتهى الجمال في مركب هاتون، وهي في منطقة المعادي على نهر النيل، وألقينا محاضرة في حضور وزير الشباب والرياضة وممثلي 15 دولة عظيمة، شباب جميل زي الفل. النهاردة 8 أكتوبر 2023 متزامنا مع احتفالاتنا بانتصار فلسطين على الصهاينة وانتصارنا طبعا العظيم بتاع 6 أكتوبر. النهاردة يوم غاية الجمال على ضفاف نهر النيل، حيث الخضرة والجمال والفراشات، دي فراشات يا جماعة، وأنا هنا بتكلم على الفراشات، الفراشات مش رمزيا، أنت واقف وسط الورد ده تجد فراشات بألوان مختلفة حواليك. مصر جميلة يا جماعة، نحافظ عليها، ربنا معاكم، يوم عظيم، اللهم لك الحمد ولك الشكر.